السؤال شيخنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة لا يسترقون، فيقول في أي حال يلجأ المصاب إلى الرقية؟ نعم، كلمة لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية. طلب الرقية جائز، ولكن الأفضل أن يرقي الإنسان نفسه، وإذا رقي من قبل غيره من دون أن يطلب فإنه لا يدخل في الحديث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره، وكما كانت عائشة وغيرها يرقون، وقد رقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن لفظة لا يسترقون المراد بها وصفهم بأنهم لا يطلبون الرقية، لأن الألف والسين والتاء في لغة العرب إذا تقدمت الفعل فإن المراد بها الطلب، كما يقال استسقاء واستعلام واستطباب ونحو ذلك من الكلمات. وبالتالي يعرف المراد بهذا الحديث أن المراد به وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. وفي هذا معنى، ألا وهو أن الإنسان يحسن به الاكتفاء برقية نفسه عن طلب الرقية من قبل غيره، كما أن فيها معنى آخر، وهو أن يكون التجاء الإنسان إلى الله مباشرة بدون حاجة أن يوكل أو يوسط بينه وبين الله جل وعلا في دعائه أو في الرقية أحدا من الناس. وفيها من المعاني أيضا أن يرتبط الإنسان بالله جل وعلا، ويرتبط بالنصوص الدالة على حفظ الإنسان وعدم ورود شيء من الأعراض إليه. فهذا هو المقصود بهذا الحديث.